السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في قناة حلويات صفاء. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة عمل أرز صيني المقلي، كيجي رائع جدا، لذيذ 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 بزاف. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله نبدأ بالطريقة. غير هو بغيت نقول لكم حاجة قبل ما نبدأ، أن هذه الوصفة هذه ممكن تستعملوا فيها اي مكونات نتوما متوفره عندكم في البيت، ماشي شرط انكم تقيدوا بالمكونات اللي درت انا. فممكن نتوما ديروا حاجه وتنقصوا حاجه ولا تزيدوا حاجه انا ما دايراهاش. المهم انا نعطيكم الوصفه انا كيف ما درتها، وكيف ما قلت لكم ممكن نتوما تنقصوا اولا تزيدوا اللي عجبكم. فانا خديت هنايا واحد المقلاه اللي كتكون هكا غارقه، ومن الاحسن الا توفرات عندنا ديال الوك. ما توفراتش كنديروا مقلاه عاديه، كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وكندير فيها الجزر اللي قطعته بهذه الطريقه هذه على شكل طولي هكاك. بديت كنصوطي فيه مزيان حتى شفتو بانه دبال وبدا كيدخلوا الطياب. من بعد ضفت الشامبينيون بالانواع ديالو، دايره تما ثلاثه الانواع ديال الشامبينيون. كنت تكتفيو بنوع واحد اولا الا ما كانش ما ديروهش. وزدت كذلك نص بصله اللي قطعتها هكا شرائح رقاقين، وغادي نبدا نصوطي داك الخضيره ديالي هكا، نصوطيها مزيان حتى كتنزل وكطيب لنا. وبلا ما نحتاجو اننا نديرو الملح دابا، لحقاش من بعد مازال غادي نزيد لي صوص، وداك لي صوص عندي مالحين، فمن الاحسن ما نزيدوش الملحه. المهم غادي نصوطي هكا الخضيره ديالي كيف ما قلت لكم حتى كطيب، وكنزولها وكنوضعها في واحد الطبق باش غادي نخليها لمن بعد. في نفس المقلات غادي ناخدها وغادي نزيد فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندير فيها الهبره ديال السمك الابيض. ممكن تستعملوا الدجاج، ممكن تستعملوا اللحم هكا، تقطعوا اللحم قطع مربعات هكا صغيره، او الدجاج كذلك تاخذوا صدر ديال الدجاج تقطعوه مربعات صغيره. ممكن ما ديروش كاع، تخليوه هكاك نباتي، ما يكون فيه ما يكونوش كاع فيه اللحوم، كيجي كذلك لذيذ بزاف. وان شاء الله شي نهار غادي نديرو معكم غير بالخضر، كيجي لذيذ وصحي. كيف ما قلت لكم انا درت زويته، درت شويه ديال الهبره ديال الحوت مقطعه مربعات، وبديت كنصوطي في داك الحوت حتى تشرب لي الماء ديالو وطاب. هو راه بسرعه كيطيب، ودرت هنايا النار اللي كتكون مجهده بزاف. صافي حتى هو غادي نزولو ونضيفو على الطبق ديال الخضر. وكذلك في نفس المقله عاوتاني غادي نصوطي شويه ديال الكروفيت كانوا عندي. طبيعه الحال شنا بان خاصهم زيت، كنزيدو غير شويه ديال الزيت، واحد المعلقه هكا تما كنصوطيوهم. عندما كتاخذليش يعني حتى هاد الكروفيت لحقاش ديجا عندي طيب نص طيبه، فما خداليش حتى نص دقيقه هكا بالزربه صوطيتو. صافي وزولته من على النار. على فكره السمك الوحيد هو اللي كنزدت له القليل من الملح والفلفل الاسود، غير بوحدو السمك. من بعد كناخذ هنايا واحد الاناء كنكسر فيه ثلاثه ديال البيضات، كنخلطهم واحد شويه. وفي نفس المقلات دائما غادي نزيد شويه ديال الزيت، وغادي ندير فيه داك البيض، ونحاول نطيبو هكا بالزربه. دائما النار تكون مجهده ولا تكون نار عاليه، راه بسرعه كيطيب لنا هذا البيض هذا. صافي وحتى هو من بعد ما غادي يطيب غادي ناخذوه وغادي نفرغوه فوق داك الطبسيل اللي فيه الخضره. ودائما في نفس المقلاه، يعني راه حنا ما كنغسلوهاش، ما كان يعني ما كنبدلوهاش، دائما في نفس المقلاه اللي كتكون محافظه لنا على جميع النكهات اللي ديال المكونات اللي كنا صوطينا فيها. غادي نصوطي الارز. هنايا الارز هي عاده هاد الوصفه هذه ما كيكونش الرز هكاك مسلوق عادي. شي نهار ان شاء الله غادي ندير لكم الطريقه ديالو بالتفصيل، كيفاش في الاول خاصكم ديروا له وطيبوه من قبل. من حيث هذا النهار الصراحه درته غير مسلوق عادي، يعني سلقته في الماء مع شويه ديال الملحه والزيت، وصفيته وخليته حتى برد مزيان. يعني هو الاول سلقته وخليته حتى برد لي مزيان مزيان مزيان، ودخلته للثلاجه وشد راسو، عاد صوبت به هذه الوصفه. اما ان شاء الله كيف ما قلت لكم فغادي نصور معكم الرز ديال الارز المقلي الصيني على حقه وطريقه ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. فكيف ما لاحظتم بعد ما صوتيت مزيان داك الرز في الزيت، غادي نضيف له جميع المكونات اللي كنا حضرنا من قبل، وغادي نضيفو لي صوص. هنايا استعملت انا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال الصلصه ديال التيرياكي، وغادي نستعمل كذلك واحد المعلقه كبيره من الصويا صوص او صلصه الصوجا. وغادي نصوطي مزيان هذا الارز ديالي. اللي ما عندوش صوص تيرياكي ممكن يستعمل فقط صوص صوجا، وصوص صوجا كيكونوا على جوج ديال الانواع، كاين اللي كتكون لايت كيكون لون ديالها مفتوح،
وكاينه اللي كتكون ماشي لايت، كيكون اللون ديالها داكن بزاف. انا هنايا استعملت اللايت باش ما يجينيش داك الروز ديالي هكاك اللون غامق فيه بزاف. فمن بعد صافي كندوق الروز ديالنا، واش خاصو مثلا نزيد له شويه ديال الصلصه، واش نزيد له شويه ديال الملحه، وصافي وتيكون عندنا واجد روز اللي كيجي رائع جدا، لذيذ بزاف. كنقدموه في طبق ديال التقديم بطبيعه الحال بالصحه والراحه. وكيف ما قلت لكم كنتمنى انكم تجربوه، ولا ما عندكمش سمك، ما عندكمش لحوم، ما عندكمش، ديرو غير بالخضره، ديروه مع شويه ديال القرعه، مع شويه ديال الخيزو، مع شويه ديال الجلبانه، اي خضره متوفره عندكم في البيت راح كيجي لذيذ بزاف. وصافي هكا وصلت الوصفه ديالنا للنهايه ديالها. كنتمنى ان فعلا تنال اعجابكم، وسمحوا لي بزاف، حسيت براسي هضرت بزاف في هذا الفيديو هذا، سمحوا لي. فكنتمنى ان الوصفه ديال هذا النهار تنال اعجابكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. ما تنساوش كالعاده لعجبكم الفيديو تخليوا لي لايك او لا جيم، تشتركوا بالقناه باش هكا دائما توصلوا بكل ما هو جديد. ما تنساوش كذلك تشتركوا او لا تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم بزاف مرة واحدة أخرى، نشوفوا فيديو جاي إن شاء الله بحول الله. دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.